السلام عليكم، أطالب من راديو المربد بأن يوصل صوتنا إلى المحافظ الأستاذ أسعد العيداني ومدير صحة البصر الدكتور عباس خلف بخصوص مستشفى الجمهوري. أكو جهاز تفتيت الحصى موجود في مستشفى الجمهوري، هذا الجهاز الوحيد موجود في هذه المستشفى، أما في بقية المستشفيات ما موجود. ومع العلم كل جلسة ما تفتيت ب25,000. هذا الجهاز عطل من العام، وقدمنا شكوى وناشدنا، وطلع مدير صحة البصرة قال راح يتعاقدنا مع الشركة وراح يتم تصليح الجهاز خلال أسبوع أو أسبوعين. وهذا الأسبوع والأسبوعين من العام السابق لحد الآن لم يتم تصليح هذا الجهاز، وإحنا نعاني من حصاب الكلى، وفقط جهاز التفتيت هو اللي يعالج هذا الحصو، ما يتعالج بالعلاج نهائيا إلا بالجهاز، وهذا الجهاز عطل ولحد الآن لم يتم تصليحه.